يا اخوان شوفوا اش ندير الحوت اليوم شلوين فيه زوين الحمارو شحال داير شحال 15 درهم والاخر هذاك هذاك 50 شحال 50 درهم الحاج الاخويا اللي قدامك راه 50 درهم والحاج لا شحال 15 درهم هذا شحال باقي داير الثمن 20 درهم عشرين درهم اللي داير الاخوان هو قليق وقت قليق وقت هذا راه ديال بلويدا الله على كل هذا بعد كيلو الكارطة فينا وخدامين اليوم السرديل دار ما يبغى اليوم ما كاينش كاع كاين السرديل كابايلا هذيك كابايلا عرفتها لا قال لي قليل 300 ها 300 تاع لاباطيش هذا هو هذاك الشوك اللي فيه صعيب هذا لاباطيش واه هذا ديال السنسول هذا تسمى الحداد حداد تسمى الحداد حيت عنده هذو واعرين ياك ما باطيش ميرو كل واحد شي يقول لي ياك المقاسو هو راس حديد وغادي تمشي معاهم حديد داكشي ماشي عبارة تاع الطريقة ديال الاحترافية تقدر تلعب دور اليوم صافي الا كنتي تضربنا حنا في الزير ولا مشينا لبلاد هكا خويا وعطاك ميكا مرحبا وبقيتي تلبس الليكات هادي دابا تتسمى الدبدوبة ديال كوربين هاي شتي كوربين هادي كوربين هادي الفرخ ديالها هادي ما عندهاش الشوك تاهي صعيب تاهي لا لا ما عندهاش الشوك اللي هو صعيب واش بقى طرية الله يجعل البركة الله يجعل البركة واش نقول لك شي حاجة أخرى يقولوا شي حاجة البحر البحر من 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 الباطون لعندك فين هو البحر ديالنا حنا البحر امين تمام كاين تمام كاين الاسعار طالعة شوية ياك ديال الحوت ضروري واحد الاسعار طالعة شحال 25 درهم كاين الشرن انا صعب كريم اجي حدايا لهنا انا نوريك الجوده الحوت تبارك الله شو كي داير شتي حوت ناضي شرين 20 درهم 20 درهم 20 درهم شرين ملاح اليوم الاخوان راه بتاريخ 8 تاريخ 22/8 هذا الثمن اللي دايرين حنا اليوم ديال من قبل من هذا الشيء الثمن مخلينه رخيص انا 30 درهم الشر ديال اختي بقات عاد داك الشيء مخلط بالسيفيانا ديال 460 ريال هذا خونا شنو اللي كاين اليوم عبد العزيز؟ طال ميلو ها هو 35 درهم 30 درهم البور هذا البور ميلو ها هو ها هو شحال ديال الكيلو هذا؟ 35 30 هي لعبه 35 30 نارين هي 25 درهم 25 درهم البوقة هي 25 درهم هادشي اللي كنقول لك الحوت من المرسل ولاد موسى جديد الحوت رخيص في الخميس عاد عبد الهادي بالمقارنة كي داير الحوت هاد الايام المقارنة ديال هاد الايامات الفايتة ما زادتش شي حاجة بزاف هذا من هاد الايامات كنبيعو ب 20 25 اليوم راه 25 كاين هاد البونيت تا هو 35 30 تونة العنيدة هي هي هادي هي اللي كيبقاو يعوموا عليها في البحر صافي هذا التقاوى البوري البوري هذا هو داير 25 درهم واو شوف الحوت كي داير انت شتيه الحوت باقي قلت لك بحال لا واكلو حدا البحر تقريبا وما تلقاش هاد الجودان هذا اولى حاجه هو كنهضر معاك اصاحبي انت شتي الجوده كي داير الروبي هو الروبي شحال داير 35 درهم 30 درهم حتى هو فوالا شوف الحوت كي داير الحوت باقي كيحقق تبارك الله هادي زوج هادي الاناناس اناناس 25 درهم الكيل ها هي هادشي اللي كنقول لك الجوده المليح الا السرديل هو اللي راه ما بقيتش تجيب الفرخ
والله هذا بعد حسب شويه الفرق ديال 70 80 قيمرون هنا كيلوص من هذا واه سيبيال كل شيء نجيبو ان شاء الله عاد شحال هذا عاد يدخلوا الدراري يقراو نجيبو لهم هنا هو 25 درهم 25 درهم هذا 500 وكيلوص صافي كيري الصوت دابا البركوات هما جابوا عاد غيجيبوا عبد الجادي دخلوا البركوات البحر ورجعوا خاوي ما كاين السر ديال والو والو 500 درهم 450 درهم اللي داير باس فيه دار رابعه الوان البركوات دخلوا خلوا رجعوا جوج لاروبا تصاوب ياك هذا عندك قول 750 830 900000 20 درهم اخر الثمن هادشي اللي قلت لك والجديد اليوم سمعت هادشي اخر الثمن عا هو الحوت مليح 20 شوف كي داير تبارك الله 22 8 2024 سميت هادي التونه هادي التونه العنيده التونه العنيده هادي دير مولها بينا نصايبوها شحال داير هادي الكيلو هادي داير 700 درهم الكيلو عبرنا لها تزيد ب 30 درهم ما نقدروش نرزقنا 600 درهم نعم دير ديرها في الطوموبيل دير شحال تيكون فيها من كيلو بحال هادي كبيرة 3 كيلو 3 كيلو واه بحال هادي دابا فيها 2 كيلو ونص هذا الشيء اللي خبز في الشيء ولا الفرق هذا كل شيء هذا فيه حتى واحد المزيد دابا تشدوا بحال هكا طريفات نعم اخونا 460 ولا تفوروا تفور كتحيد لها التجليده هي من الفوق كيدار طون دير مع ولا طون الزيت البلديه وكذا الهريسه كذا هذه من هنا كيولي طون عشرين 20 درهم كيدير الحوت هاد اليمن اه غالي واخا كاين اه غالي كاين الثمن كاين الثمن بالاخص في السردي نحيد لها الراس ونقرد هادي شكون هادوك الكبده نشرسها خليها قردات الكبده الامعاء الريه فوالا هادو هما الملامح ديال الحامي داخل نقيها وخليها هكا مرحبا هذاك اخويا 30 درهم هذا 400 لا هذاك الشيء ما نصوبوش لك هادي مرحبا هادي ما كتخلي لها لا قشره لا والو غادي نقردها هكا على جوج هكا هي على حساب فران واش بغيت ديرها في فران؟ لا 460 غادي فانت غادي نقسموها بحال ما هكا هي فانت تجي ساهله يا باش تجي بغيت يديروها في فران يديروها بحال ما هكا كل طرف بجهه بغاو الطاجين يقردوا طريفها طار ليا الميكا راه ميكا كبير الطريقه ديال التنقيه ديالها الاخوان تتسلخ بحال الهاولي غادي كتسلع بحال كتحسن ماشي كتسلخ ياك دابا الا تقشر بحال هكا شوف يعني خصها تسلخ هادي دايره شحال الثمن ديال الكيلو 20 20 درهم ودا تشوف فين بقات الصغار اي ضروري اه فيها الكبيره والصغيره ضروري اي حاجه فيها الصغيره اما تيديوش هذاك الجلد ديالي يديروا به هو شي حاجه يديروها باللفه ديري شي حاجه وصنعتي الخدمه ديرو بها ديكور 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 لا صايبو به سيكا 100 وعلاش لا الكوتشي اه الكوتشي ديال الحوت اش تكون دابا واكل هذه دابا سمو اخويا صافي نقول لك العالم والله ياك اللي صابتو تاكل شي اخطبوط داروا داروا هاد القيله البراز ياك تقطعها لي بدا البراز تاكل الطلبيض ديال الحوت سبحان الله دابا كل حاجه ديال الحوت صافي هي البراز ها صافي اللي صابتو اللي صابتو خير باين اللي يتحرك تاكلو اقول لي هي اللي كانت البلاك اه بلاك صغير ما تاكلش تاكل البيض والبقير الصوندر اللي ما تاكلش هادي هذاك الصوندر الصوندر ما تاكلش البيض ديالو بقاش يبقى هو عايس على البيض تبقى عايس على البيض ديالو البلاك سبحان الله دابا كل الحوت كل كيفاش كيدافع على تقلب ليها كرشا تبقى غير ذاك الربيع وذاك الربيع هذيك هذيك الريه ولا شنو هي هذيك؟ هذيك هي ها؟ هذيك هي الريه ديالها هذيك البيض هذاك ياك الريه الاخر الاخر البيض هذا بيض 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 ديالها هذاك بيض ديالها الاخوان الطريقه ديال الدقرات ديالها ديال الطاجين ياك طاجين ومقله طاجين ومقله اوكي
كاين دابا اللي ما يعرفش كيفاش يقرض ياك بزاف ها بزاف الناس اللي ما كانش حراي فيه ولا هذا راه ما يعرفش وكاين اللي غضرب ليه يدو كاع تجرح عليه يا راه كل تخصص علم في العقل ديالك دابا قلي وطاجين ياك هاياك خاص تبغي شويه العطريه مزيان ياك الحامض ها لا العطريه والحامض وترقد واحد النهار بعدا الطريقه اللي بغى يقلي هي بحال الكوتليت بحال الكوتليت لا القلي ماشي الشو هذا القلي شوفوا ها كلشي ماشي ما عندي انا اه علي ما بغاش يبرع وليدات ياك الحمى كيبان زوين ديال الراس ديال لي هذا واخا بحال شكل بي البيض ديالها الحمى تيبان بحال بيبي بحال ها شتي ولا لا لا زوين وبحسن من البيبي اه تيبان بحال شكل بيبي ديك العاف الجو تاع الماما بيبي راه عايش عافاه كون شتي فيه ريح ما اش يجيبوا لي هي